برنامج أهلا شيف برعاية ما يكفيش إن عرفنا نخدم الأرض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. لبيدور هي الأصل. بنة الركشة ما تحلى كان بحويجة سخونة، فانواز تودكم بشوكولا شو بنين وينسيك في البرد. فانواز حلوة منك. جديد بريزيدان تذوبك بالكريم 100% ايمنتال والكريم 100% شيدار، وهكا تضمن لكم مطعم ابن وتسهل لكم حياتكم. كريم بريزيدان جديدة تذوبك معاها. تعودنا بيك يا عبيدة. قريت لإسعاد كل بيت. أوكويستو كويزيني كوم ان برو. يا عارفي التعمير طار بينا راهو شيء يدوخ. يا عارفي نشري لك حاجه من التعمير. التعمير عسلمة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أهلا شيف. كالعادة والعوين فنسنيكم دي بلا مديني وسرختو طوى عنا رمضان، دونك باش نحاولوا او ماكسيموم نلقاو لكم دبارت. اليوم معنا شيف بليغ. أهلا شيف. أهلا بيك. شنو حوالك؟ شنو عامل فيك رمضان؟ الحمد لله لاباس. دونك كيما العادة والعوين رمضان عاديوه لهنا في أهلا شيف أنا وياك باش نسي باش نعطيو البلوس ونقدموا دي زيدي جدد للساده المشاهدين اي سورتو ونونسو قبل شقال الفطر ونسهلوا عليهم رمضان. دونك لو بلوز امبورطون في رمضان هو التمخميخ. شعلنا اليوم شنو باش تعمل لنا؟ دونك اليوم باش نعمل روسيت تونسيه يحبوها التونس الكل، انا شخصيا زيد نحبها. النواصر بالدجاج. راهي يا مروه اصل النواصر بالدجاج ولينا نعملوها باللحم، اما النواصر بات خفيفه دونك لازمها بروتين مش قوي. تذكير راهو النواصر اصلها الاصيل من بنزرت من مدينه تيجنا. اوكي اصلا النواصر بعد داولوها الولايات الاخرين وكل واحد يعملها بالفاصون تاعو. دونك انت باش تعملها بالفاصون تاعك؟ بالفاصون تاعي سامبل اما موزوزه ومحرحره وفي حق. ونشوفوا توا على الطاوله نورمالمون فما دي ليتو، دونك نعمل لكم سلايطه خفيفه تزيدوا معها بريك سويبا هكا اون بتيت سوب، من بعد نعمل لكم ديزير وهكا نكملوا معاكم دبارت رمضان. دبارة اليوم في اهلا شيف نواصر بالدجاج وسلطه دو طومات. النواصر متاعنا باش نستحقو نواصر ليبيدور، طومات كونسنتري عبيدة، هروس عبيدة، دجاج، طومات سيشي، فلفل، بصل، معدنوس، حبق، راس حانوت، ملح وفلفل أكحل. للسلاد باش نستحقو فروماج ترانش ايمنتال بريزيدان، صوص بيتزا عبيدة، طومات سيشي، طومات سوريز، طومات فريش، حبق، ملح وفلفل اكحل. نبداو شايفه؟ نبداو مروه. بالنسبه للسلطه باش نعملوا اون سلاد، ركزوا فيها بالكدا، اون سلاد دو طومات. الطومات تعرف صحيه برشا وعلاش فيها برشا ماء، دونك تروي البدن، وتعرف رمضان صيام وكل شيء ما فيها باس نعملوا هيدراتاسيون باللي ليغوم تاعو. حاجه خفيفه زيده وبنينه. طومات سيشي وطومات سوريز وطومات فريش هذوما الكل باش نعملوهم في تركيبه معهم اون صوص بيتزا نتاع عبيده، حاجه بنينه برشا. نبداو في النواصر نحطوها تتفور. نحطوها تتفور النواصر قبل ما نفوروها. مروه ماك تعرف نبثت فيها كيما الكسكسي شوي هكا ولا النواصر بيان سور. ناخذ النواصر نتاع ليبيدور نتاع ليبيدور، ركزوا فيه اللون الازرق هذا ماكمش تقضيه وقضيه رمضان. الريون تتعداو تاخذوا شويه مقرونه شويه شوربه شويه دويده شويه نواصر وكيكة العوله نتاعك كامل. بس بربي فما اون بتيت كيسيون. قول ما بين التفوير نتاع النواصر والكسكسي ودي دوام فاورا سي كولا ديفيرونس في كل حاجه؟ باهي ساهله برشا. غتكون نحطوا يا زيت يا شويه ماء غيرمون ما نعرفوش عليه. الكسكسي ساعه لازمو الماء سخون، الماء الدافي باش يتبثبث شوي خاطر ما يشرب لك لفاح الا ما لازمو ماء سخون. النواصر والدويده جوست الزيت على خاطر انا كان البات اخشن من الكسكسي. الكسكسي جويد على الاخر، النواصر سورتو كان نحطوا لها الماء تعجن لي. والغلطه الشائعه نتاع التوانسه الكل سورتو اللي تعلموا يطيبوا جدد تقول لك النواصر تعجن لي. راهو النواصر نحن نفوروها اما ريالمون الروسيت الصحيحه
تتحط في الفور. علاش؟ باش تشيح وتجيك مطلوخه وتشرب الصوص لو ماكسيموم. تبدا كعبه كعبه. وبربي كي نبداو نفوروا فيها ما نحركوهاش مروه، جوست نصب الصوص ومن بعد اونيتال في البلاتو ونحطها في الكوش. باهي النواصر نتاعي روسيت صحيحه الزمني، شويه زيت زيتونه. هكا ولا مروه الهروس انا جسام ساعات النواصر ما تجيش حمراء هكا ولا انا باش نعمل توش تونسيه قديمه زمنيه على الاخر باش نحط الهروس في النواصر نتاعي. علاش؟ باش تحمر من قبل فيها تبدا هي بيدها المغرفه نتاع التوزويزه. فوالا دونك بثبتها هكا بدايه بالكدا، نلبسوا ديغون ولا نغسلوا يدينا هكاك تحمر هي تاخذ كولور اورانجي من قبل ما تاخذ الصوص. دونك ريتها مروه كي نحرك بالكدا تحمر. هذا علاش حطيت الهروس. كيبدا عندك هروس سبيسيال كيما الهروس نتاع عبيده فيه ديجا ثوم مفوح وملح وفلفل اكحل وتابل وكرويه مفوح. هاي كيما تشوفوا حمرت، دونك ديجا شادت الفيح نتاع الهروس، هروس عبيده وخذت الكولور اللي حاجتي بيه. كيما يشوفوا الساده المشاهدين هكا ان بو اورانجي، هي هذه اللي حاجتي بيه. تويك جوست نطيبها وشويه نمرق بس وبربي. ومن بعد تمرقها في وسط الفوق. نمرقها شويه، نمرق شويه في المقفول اما في الكسكيس، اما ما نمرقهاش بالصلصه الرزينه، نمرقها بالماء الفوقاني اللي هو سوليزون نقولوا زيتها، ما هي قريب تقر زيتها، نمرقها بالزيت الاحمر. باهي مرة تحطها في الفوق. حطها في الفوق. انا تويك ايديا بالهروس شويه ملح وفلفل اكحل. ملح وفلفل، ما نحطوش الكركم، الكركم يخليها تصفار. انا نحبها حمراء ومشخشخه، ما نحبهاش صفراء. فما اللي يحطوا كعبه قرفه في وسط النواصر وهي قاعده تفور بوسيب، خاطر القرفه سادون على الاخر هي والكلو دو جيغوف والعود القرنف. اذواق كل واحد كيفاش يحب يطيب. انا ديما نعمل على مطعم الصوص، دونك النواصر نحبها فيغ موززه اوكي، حمراء ماخذ الملح والفلفل الاكحل، نحب الصوص نتاعي هي الباس. سي بون تويكا نحطوا النواصر نتاعنا في الكسكاس هذايا نتاع اوكيستو مزيان. اوني نوكس فوالا. وتويكا باش نبدا في الصوص. الصوص مروه كيما ديبار الكسكسي، تفاهمنا؟ اما في الكسكسي نقليو من شويه الفلفل قبل. صحيت هذيك شني باش نعملها؟ اوكي استنى فيه. نحط الزيت، نقليو الفلفل نحيوها على الغيزير، من بعد نكملوا نحطوه في الدريساج. باهي الفلفل بربي مش نسخن الزيت على الاخر ومن بعد نرمي الفلفل. لا من الاول تحطوا معاه. انا ديما نحط فلفل حار باش يزيد وزوز هنيك الحار برشا. صحيت. فما بيض ما عطيناش نحطوا فلفل، نعرفش انا. فما اللي يحطوا الفلفل مكوش مروه كالشايح هذاك. اكلت القاع في الطاحونه معلق هذاك. باهي سادون ومبنين على الاخر. اما انا جب هذاك يتنحى ما يتيبليش في الصوص يسيب لي مرار. فهمنا؟ انا جو بريفير نحط الفلفل الفريشك الاخضر والاحمر. وب يتقلب بالكدا. هو الفلفل هذي باش يزيد وزوز الصوص ولا نعرفش لاستوس علاش يعملوها تكنيكمون في الكوجينه نقولوا اون فا ايبيسي الزيت نتاعنا، دونك نفوح ونوزوز الزيت، فهمنا؟ وفما اللي يحب وبيان سور يعطيك كاتوش بيكونت اللي هو يوزوز لك الماكله نتاعك. بصل نحطوه في نواصر كعبهم كاختيه ولا انا لا نحب مطعم البصل يكون مقصوص بالكدا باش يسيب لي ماكسيموم تاع ماء وجو، دونك باش نحطه يتقلى مع الفلفل نتاعي، فهمنا؟ الدجاج يا ناس بربي الدجاج ما نحطوش بالجلد، فما اللي يعرفوه فما اللي لا. علاش؟ الدجاج العربي يتحط بالجلد. الدجاج صحيت. الدجاج كان باش نحطه بالجلده كالتقليه ولفاح باش يمشي في الجلده ويولي الدجاج نتاعي مشرب لفاح. نحي الجلده نتاعي نغسلوه بالكدا، ردوا بالكم. نحن بسترة ربي ديما ناكلوا، اما راهو فما لنا كيل ناغ كيل عصب توكسيك على الاخر. اون اسي باش نحيوه، دونك ننظفوا الفخاذ نتاعنا. الدجاج حطيته في الزيت البارد، علاش مرة؟ اي مش الفلفل تنحيه قبل ومن بعد ما تحط هيدا ما؟ ريتش قلت انا قلت الفلفل الاخضر الفريشك يعيش معايا في الصوص الكل. دونك شكون يكمل يطيب في المرقة كاملة. أما أنا والفلفل اللي يتنحى كالفلفل المكوش الشايح، فاهمنا؟ فهمت. اوكي. باهي. الهروس نتاع عبيده بيان سور باش نحطه يتقلى معاه. ما نحطوش الطماطم تتقلى، طيب لي اريير قول حطوا الهروس. الطماطم نحطوها في شويه ماء تاع بعد بازيليك الاحبق شويه بركه مع دنوس مرو صايب المراره كنت تحط برشا حيت وشويه توماس سيشي هذوما اتا فاسون هذوما ما فاسون باش يعملوا لي هذا قد ما طيب نواصل ما زدتهمش فازيتي شنو باش يعملوا مروه؟
اكلته ما تسيشي باش تسيب لي مطعم الفيومي بنين على الاخر. دي زانغريديون صغار وما يتكلفوش هما اللي يعملوا لي الفارق. علي ساعات تلقى ماكله بنينه وماكله متوسطه ما نقولش ماهيش بنين. لي زاستوس هذوما ساعات كل مراه يقول لك بازي على افاحات. هي الافاحات ودي زانغريديون فهمنا. دونك مروه نحركوا الدجاج نتاعنا يتقلى مع الطماط سيشي الدجاج مازلت ما فهم ياخذ فوالا ياخذ الزيت نتاع الفلفل نتاع الطماط سيشي وكل شيء تري امبورطون. انا نفوح كان في الخ علاش بو غاردي لي زيبيس وكا سافور هذاك مروه. هو تكنيكمون كان نحكيو شويه على الفاحات. الفاح مش مسؤول على الريح وعلى المطعم وعلى الكولور. علميا يقول لك 70% من الفاح يتبخر كي نحطوه من الاول يتقلى. فما الفاحات راهم يتقلاوش كيما الفلفل الاكحل ديجا. نحنا لاستوس نتاع التقليه هي شنيه؟ مش انه الدجاج يتحمر ويسيب المطعم نتاعو وديجا تنحل الجو هذاك تحليل. كيفاش تقولوها نتاع الدجاج الخايبه الجو الارير جو المر هذاك نتاع الدجاج باهي. انا كي باش نفوح الدجاج تاويكا كيفاش تسيب لي مطعم وانا ليه نحب المطعم الجريال الحريق هذاك نتاع الدجاج من بعد نتعدى نمرقوها. نمرقوها تاويكا بيان سور شويه بركه ديما نمرقو بالماء سخون على خاطر راهو لي زيبيس سي فابور سي بون. هما يسخايبوا برشا نسيتوين سا يسخايبوا لازم نمرقوا بالماء سخون باش ما نوقفوش الكويسون. هي نو غيالمون على لي زيبيس. عندي بتيت كيستيون. نعرف الحبق ما يقعدش ياسر يتشيب نورمالمون باهي. كيفاش حطيتو في صوص؟ انا الحبق ما قليتوش دوبليش خذا الشوك نتاع النار سايب لي المطعم السكري نتاعو سافور نتاعو ومرق ديريكت. شنو باش يعمل؟ الحبق باش يجي بينات لي زانغريديون الكل راهو هما دي زيستواغ. كل انغريديون عنده تكنيك. صحيت يجي الحبق هو كسكري هذاك باش يعمل باش يعدل لي الميزان في الطنجره باش خاطرو سكري ولا باش ينقص لي في القروسيه باش يفوح الدجاج ديريكتومون وباش يلم لي لي زانغريديون الكل. دونك لي زانغريديون هما شنو؟ عندي الحار ولا لا؟ وعندي المالح ولا لا؟ وعندنا الحلو والبصل وعندنا الحلو ولا وعندنا الطوماط سيشي اللي هي فيمي باش يجي الحبق التوش السكري نتاعو كي يعمل تركيبه به. تويكا باش نحط طوماط كونسونتري اخترنا كالعاده اخترنا لكم احسن لي برودوي عبيده 60 طون ديكسبيريونس باش تعطيك تركيبه باهيه برشا اون ليست ديفيرسيفي نتاع كيما الهروس كيما الهريسه كيما الطوماط كونسونتري اي سورتو صوص البيتزا ركزوا فيها في الروسيت هذي. باش نحلو شويه الطوماط كونسونتري في الماء. المقرونه راهو ما نحلوش الماء فيها على خاطر حاشتنا بك الكونسونتراسيون اللي يتفوروا الكل لازمنا نحلوهم في الماء. اش تقصد مروه؟ قالت لك الطوماط كونسونتري في وسط المقرونه تجي صلصه. النواصر ماهيش مقرونه دونك اون بات صحيح اما لازمها صوص خفيفه شويه. تويكا باش نحطوا الطوماط كونسونتري نحطوا مغرفه مغرفه ونص للنواصر. نعم مغرفه ونص محلوله في شويه ماء دافي باش ما تقعدش مكعبره في وسط الصوص. بوغ لا سيكوريتي نعطيوها شويه ماء سخون نحلوها في عقلنا وب تشبه شويه للكسكسي. دونك هكا بخيس قريب نكملوا النواصر خلوها تفور على روحها. تويكا باش نخلي الطوماط كونسونتري تزيد تدخل في وسطك التختوخ باش يولي عندي باز كامل ناقص كان المرقة وتفويح. والتفويح اخر حاجة بيان سور ما نرميوش فيها بصلة هكا وحدها ولا هكا حطيت من الاول البصل اللي يحطوها ديما في الاخر كيما في الكسكسي. بعد كل واحد يتفنن كل واحد كيفاش يحب. فما اللي يحب البصل اون كارتي فما اللي يحط فيها سفناريا والحمص كل واحد كيفاش يحب. انا ديما جو قاهب نحب مروه ناكل نواصر ريالمون مش حمص هكا زيد ضريبه شويه خضره وشوا. دونك في الريستوراسيون او شوا اون غارد تويكا لا روسيت غاسترونوميك. نمرقوا النواصر نتاعنا اون فوا بور توت ونحطوها تفور باش نتعداو السلاطه. باش نتعداو السلايطه نتاعنا ونقويولها في النار تويكا ونحطوا النواصر نتاعنا. ما عملتش اون جروند كونتيتي دونك انت تاو سكرتها. نحنا نعرفوا الفوسكي فاو نحطوا فوقه منزيله ولا لونسين وكل. دونك انت كيف علي سكرتها هكا؟ دونك اول حاجه انا ساعه عندي معون سبيسيال اليوم اللي هو اوكويستو. اول حاجه عطاني فيزيبيليتي لهنا من غير ما نقعد ضربه سنين نسال نحل في الخطا هاكا بالله خويا تشوف كل شيء. وحاجه اخرى الريسبير المقفول نتاعي لا ما شفتيش هذيك
اي النقبه هذه تخرج لي الفابور كي تتنفس النواصل ما تعرقش على الجنش وما تعرقش تري امبورطون تقعد شايحه تاخو الطيب من الفابور والفابور يكون اروماتيزي خاطر بالصوص نتاعنا وما ترجعش عليها وما ترجعش عليها وحتى معناها كل الدي هذاك الكل يخرج من في وسط البونتا هذي فهمنا ذكرت احنا مفصل المنديلة نتاع قبل هي المنديلة استوار تعرف وفيها البركة وقبل كانت الماكلة تجيب لينا كان بالمنديلة صوف كو توا طورت شوية وسي لو طون بشوي واحد يكتشف انواع نتاع معون جدد مروة باش نجيو نقصوا الطومات نتاعنا هكا اون باتوني هذوما الكل نقصوهم مع الطومات سوريز مع الطماطم نتاعنا ومن بعد تجينا في سلايد كل واحد يتفنن كيما يحب ينجمو نزيدو مايز ينجمو نزيدو روكيت باهي تري امبورتون برب نخلي الكور دو طومات لداخل لازمني القشره البرانيه علاش مروة خاطر الطماطم هذيا بيان سور ما نطيشوهاش نجمو نعملو بيها سوب نعملو بيها بيوري دو طومات نستعملها لوندومان في لازانيا ولا في اي حاجه اما في السلاد نتاعي سلاد دو طومات لازمني الطومات تكون دور هكا خاطر ديجا تصايب حتى في مال استيتيكمون تصايب الكور نتاعها مش حلو فنكمل مروة انت قصي الواحد لو طون لي انا شنو باش نعمل ما يا عبيده ما قلنا عندها برشا جو في اللون الاحمر صوص البيتزا هذي انت اوليو باش تقعد تاخذ الطماطم وتصمتها وتنحي لها القشره وكتعبى ذاك الكل مع انت ما عندكش برشا وقت تاخذها صوص مفوحه وبنينه على الاخر ركزوا معايا الصوص طومات السلاد طومات مش لازمها افاح مش لازمها ليزون بكريم بحاجه ما تنجم تكون كان صوص بيتزا علاش مش صوص طومات نورمال صوص بيتزا خاطرها ان بو كونكاسي يعني كي البوري دو طومات سلطه هذيا اللي عشاق الطماطم وفي رمضان وترويك حاسين فيها برشا منافع وتخلي منها السحور زيدا صحيت مروة الصوص طومات هذيا ما نجمش نحطها ديريكت لازمني نقليها شويه مانيش مفوحها برشا خاطر هي ديجا بنينه ومفوحه ومحكره لفحات نتاعها بالضبط علاش خاطر عبيده اكثر حاجه معناها تركز فيها اللي هي لفاح ولا فخيشر باش نحط نقلي الصوص بيتزا نتاعي انا هاني قصدت لك هوني طماطم جويده شنو نزيد تكمل لي طومات سيشي قصهم ولا نحطهم اي قصهم اون باتوني هذه هي صوص البيتزا نتاعي هكايا دونك الصوص بيتزا نتاعي باش نزيد نحلها في شويه ماء شوف شنو بها الصوص هذيك الصوص هذيك باش نفوح بها الطماطم دونك هي 100% طماطم السلطه نتاعي اليوم وباش نعملها ليتو وكل باش نحمل لها دي شيفونات دو ليتو كوم سوبور هكايا هاكا تاكل الطماطم والليتو نتاعي ديجا فاوحه هي صوص البيتزا باش نزيد شويه بركه ملح وبربي نواصل مش من الاول نحطوا لا كونتيتي الكل نتاع الطماطم تاخذ غرضها بالكده في الغلوه الاولى ومن بعد نكمل الطوماط الثاني علاش الطوماط الاولى باش ترزن لي صوص معناها لا كونتيتي نتاع الطوماط كونسونتري الاولى باش ترزن لي صوص تعمل لي الباز نتاع المرقه سوا ديزون والمغرفه الثانيه نتاع الصوص نتاع الطوماط كونسونتري باش تخلي لي الصوص نتاعي تقر زيتها مره فاهمنا طومات فريش وطومات مروة سيشي باش نكملو طومات سوريس ونجمو نزيدوها دي ترونش دو موزاريلا بوسيبل والا بوراتا دي فوما والا بوراتا في الوسط صوص بيستو حاسيلو كل واحد يتفنن في سلاتو بالنسبة للفاح ديما اون بريفير نعملو صوص بيتزا تبدا كونكاسي شوية كي مش نعملو فينيغريت لا ماهيش فينيغريت خاطر هي ديجا الطماطم فيها قروسية راه معناها الطماطم ان بو سيترونيه دونك كي مش نزيدها فينيغريت بالخل وكل شيء ولا موتارد سا دون با في المطعم حطيت لك صوص البيتزا معاها شويه حبق نخليها شويه حبق مروه يسيب لي مطعم بنين على الاخر السلايطه نتاعي حضرت طومات سيشي طومات فريش وطومات سوريز هذوما الكل باش تصبوا عليهم صوص البيتزا نحطوا لي ليتو دايرين بهم باش تجي بنينه على الاخر زيدوا شوية سويبع فاطمة بريك وين سوب ونكونوا هكا عاملينكم البارد اليوم افون تو حبيت نقول ان غران ميرسي تعمير على الكوجينة المزينة اللي حضرها لنا تلقاو لي برودوي تعمير في لي شوروم نتاعهم تونس منيه لا سكرة صوصة وصفيقس شنو باش نعملوا شايف توا؟ باهي الطوماط مازلنا ما فوحناش راهو نواصل ما توصلش الصوص الطوماط نتاعي
نحطها تبرد شوي، ما نجيش سلطه بارده مع صوص سخون. اون لا ريزيرف خاطر سينو الطماطم تطيب. قبل ما نفوح مارو، مش انا في اللفاح باش نحط ملح في الفلاك حراس حانوت كهو ونحطهم في الاخر باش يقعد لفاح حي في وسط الصوص نتاعي في وسط النواص. شو شنيا باش نعمل انا؟ باش ناخذ نمرقها شويه، كي باش نمرقها بالماء الفوقاني. هو الماء الفوقاني اللي فيه الزيت، ماهيش مرق، الماء الفوقاني اللي فيه الزيت شويه برك ونخليوها تفوق. هي راه برشا في بالهم باش تاخذ المطعم ولا باش تاخذ الصوص، سي با فري، هو باش نزيدو نسخنوها ونعطيوها نفس باش ما تيبسش. باش ما تيبسش فوالا، ماهيش راهي باش تمرقها باش تاخذ الصوص. يزيها هكايا تكمل غلوه صغيره، ومن بعد باش نحطها في الفور غمها بشويه صوص تشرب لنا لو ماكسيمو. توا نواصل نتاعي يا هايكا كعبه كعبه اون بليس. راهو كي تبدا بلوك كامل شا معجن هكيك ما نسميش نواصل. تويك باش نجي مروه باش نحط لها الصوص. اون ريزيرف الباقي الكل على جنب ومن بعد نحطو فوقها باش تبدا حاجه مزيانه. باهي كي نصب الصوص ما نخلطوهاش، نخليوها هكا فوقها. نخليوها فوقها علاش مروه؟ خاطر كان باش نخلطها انا تويك هي ديجا باش تلصق في بعضها وباش تزيد تضربها سخانه تزيد تعرق وتعجن. انا نحبها هكا كل كعبه وحدها، حتى في البلا تجي مزيان. فوالا نحطها تويك في الفور نتاعي. دونك نجمو تلقاو الفوق هيدا عند غريف بوانتين والالكترو ميناجي الكل تلقاوهم، اي سورتو تنجمو تكمانديو ويجيكم حتى لباب الدار. باهي كملنا نواصل، كملوا سلطتنا تويك، نكملوا السلطه نتاعنا بيان سور. السلطه باش تكون اكومباني بالفروماج، تحبوا تحطوا في الوسط والا تحبوا تبدا هكا مع لي شيفونات دو ليتو. والفروماج هذا راهو تاع بريزيدون اي مونتال، تعملوا هذا بليغ هذاك بيان سور من الفوق خاطر بنين على الاخر. اي مونتال كريم دو فروماج فوندو وفوندو، فما الشيدار وفما لي مونتال لي برودوي جداد هذا من جوا قاوا في السوق. باهي بوسيبل لهنا تحطوا شويه صوص باربيكيو سادون على الاخر، ما تعمل في ماء باش تنقص لي فكا كروسيه الطماطم، شويه زيت زيتونه، ملح في الفلاك حق المروه، ملح وفلفل اكحل، وتويك باش نبدا ندريسي السلايطه نتاعي. نختاروا لي شيفونات دو ليتو، دونك تاخذوا كعبه ليتو كبيره باش تبداو الوراق نتاعها كبار. وباش نعرف كي نبدا نمشي للمارشي باش نعرف كعبه ليتو نتاعي باهي، ننزل في البوانت نلقاها مكبوسه اختاروا هذيك. خاطر تويك الناس كل في المارشي، فما اللي يعرف يقضي فما اللي ما يعرفش. نعمل لكم دريساج اللي تشوفوه ديما في لي ريستو. دونك شو نحط السلايطه نتاعي هذيا بيان سور تنجم تحطو فخوي سيك راه بوسيبل، وحبق من الفوق، لا بينيون بندق، اي شويه فاكهه وشوى كل واحد كيفاش يحب. تاهي هكا سلاطه وتويكا شنو باش نعمل؟ باش نحط كيما قلت لك الحبق وليمونتال هذايا نتاع بريزيدون. هاكا سلايطه في حقها، نبدلو شويه مروه ونخرجوا من الروتين. سلايطه مشويه ومكحوريه، سلايطه مشويه ومكحوريه بيان سور. تلقى عندنا هكا كعبه طماطم خبيه في الفريجيدير وما عرفناش نعملوا بها، واخر وقت قبل الاذان بشويه تدخل تعمل سلايطه نعملوا بها سلايطه، نحطوا حبقه وشويه صوص باربيكيو من الفوق وكيكه تخرج حاجه باهيه برك. دونك مروه بعد ما حطيت الفخوما الكريمي مونتال نتاعي باش نجي نعمل ليزون هكايا. بيان سور الطومات فريش مروه تبدا قرصه شويه، نجمو نغليوها ولا نقليوها في شويه سكر وشويه رند، وهكايا السلايطه نتاعنا حاضره ليزون بين الكريمي مونتال والصوص البيتزا نتاع عبيده مع لي طومات هذوكم، حاجه باهيه برشا. نجموش نزيدو فوقها هكا رشا نعناع شيح ولا بيان سور؟ اي بون النعناع مع الطماطم سادو، اما دو بريفيرونس الحبق ولا لوريغانو يكون خير، اما اذواق كل واحد كيفاش ياكل واللي عندك في الدار. دونك كونوا هكا كملنا لي غوسيت سالي باش نتعداو معاكم للغوسيت سكري.
بمناسبة رمضان حبيت نقول لكم لي اوكويستو خمت فيكم وعملت لكم موان 25% على لي برودوي نتاعهم الكل للعبيد اللي باش تخلص او كونتون. ما عليكم كان تابعوهم على فيسبوك انستغرام وتكلموهم. اوكويستو كويزيني كوم ان برو.